قصة تأسيس المتحف في عهد مؤسس مصر الحديثة محمد علي باشا الكبير الذي أسس مصلحة الآثار في 29 يونيو سنة 1835 وأمر بتخزين الآثار المكشوفة القيمة في بيت صغير عند بركة الأزبكية القديمة وأصبح متحف الأزبكية. واهتمام الأسرة العلوية بتراث مصر العظيم كان مستمرا. أخذ الخديوي إسماعيل خطوة مهمة عندما عين العالم الفرنسي الكبير ماريا وهو تمثاله كأول مأمور أو رئيس مصلحة الآثار. وفي سنة 1878 تعرض متحف بولاء للإغراق بسبب فيضان غير عادي للنيل. أعيد افتتاح المتحف بعد ترميمه عام 1881 ولكن في سنة 1880 نقل عدد من الآثار إلى قصر الجيزة الذي أهداه الخديوي للآثار. واقتنع الخديوي عباس حلمي الثاني ماسبيرو الذي كان تولى مكان ماريات بالرجوع مرة أخرى بعدما كان خرج على المعاش وبجانبه العالم المصري أحمد باشا كامل وهما اللذان قاما بنقل جميع الآثار إلى المتحف الجديد والذي أصبح الآن من أهم معالم القاهرة.